مشاهدينا أهلا بكم. في خطوة تصعيدية قررت فرنسا الأسبوع الماضي خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. الحكومة الفرنسية تقول إنها كانت صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى عام 18 و2000 حول هذا الموضوع، وكان القضاء الفرنسي بالفعل أصدر قراراً ملزماً بضرورة مغادرة فرنسا ل3300 مغربي. من كل هؤلاء تم ترحيل 80 شخصاً فقط، أي بما معدله 2.4%. أما التونسيون المطلوب ترحيلهم كانوا 3500 شخص، الذين تم ترحيلهم هم 331 شخصاً. 22 جزائرياً من أصل 7731 شخصاً تم ترحيلهم، أي بنسبة 2.4%، وهي نسبة ضئيلة أيضاً. إذا قررنا نسبة المرحلين مع نسبة المطلوب ترحيلهم، فهي مخجلة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان وعد في بداية ولايته بتنفيذ قرارات الترحيل بنسبة 100% لجميع البلدان المعنية. حكومته أعطت الأولوية لترحيل الأجانب الغير النظاميين الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو المدرجين على القوائم الأمنية. تعليق المغرب على الموضوع كان من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي اعتبر أن الأمر ليس مغربياً وأن هذا القرار غير مبرر. نستمع لتصريح ناصر بوريطة ونعود. فبقدر ما قلت القرار سيادي المغرب غادي يدرسه وغادي يتباحث فيه، ولكن بقدر بأن التبريرات اللي تعطات له ما كتبانش بأنها ملائمة وما كتعكش حقيقة التعاون القنصلي في محاربة الهجرة. الجزائر بدورها وصفت القرار بالغير المنسجم، أما تونس مشاهدينا فلم تعلق على الموضوع. على فيسبوك علق المغاربة محمد يقول: أعتقد أن قرار فرنسا اليوم بتجديد شروط إجراءات منح الفيزا للمغاربة يأتي كرد فعل مباشر على توجه البوصلة المغربية مؤخرا نحو الغرب، ولا علاقة له بسياسة الهجرة المغربية كما تحاول إهامنا. أمين علق أيضا: القرار الفرنسي له خلفية انتخابية من طرف ماكرون لاستمالة أصوات اليمين، لكن السيد بوريطة سيعالج الأزمة مع نظيره الفرنسي. وتعليق جاء فيه: المعاملة بالمثل، نطالب بفرض التأشيرة على الفرنسيين لدخول الأراضي المغربية. مشاهدين، بحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98,000 تأشيرة دخول إلى فرنسا مقابل 346,000 سنة 19 و2000، وحوالي 303,000 سنة 18 و2000، و295,000 سنة 17 و2000. وسيتضرر مع الأسف من هذه الخطوة حوالي 150,000 مغربي. إذن مشاهدينا، هل تعتقدون أن القرار الفرنسي كما قال عنه ناصر بوريطة هو مشكل فرنسي فرنسي ويتعلق فقط بالحملات الانتخابية، أم أن لكم رأي آخر؟ شاركونا كالعادة بالتعليقات، ونلتقي وإياكم نهاية الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.